السلام عليكم. المحلب نشوفه بس يا جماعة الأول مع بعض. عارفين المحلب؟ محلب أو محلب بالضبط يا جماعة. المكسرات، اللوز أو البذور بتاعت شجرة الكرز، لما بنكسر البذور مثلا ونيجي نزرع بذورها الكرز أو بذر اللوز، المكسرات بالضبط على صغير. شايفين المحلب؟ بنلاقيه موجود وين؟ عند العطارين، وفي المحلات بتباع اكياس بالكيلو او بالنص كيلو. فوائد رائعه جدا جدا، وللاسف قليل من الناس حتى اني يعني ما كانش عندي خلفيه كتير عنها. فوائد ممتازه جدا يا جماعه، ويعتبر من المكسرات، وطعمه جميل جدا، عامل زي طعم بذور اللوز او الكرز، يعني طعمه لذيذ كمكسرات. فوائد قيمة غذائية عالية في أغلب اللي الجسم محتاجه، لكنه مفيد في حاجات معينة. للأسف إحنا بنيجي على دخلة العيد، البسكويت والكحك والحاجات هذه والحاجات اللي بتتحمل للعيد هو اللي إحنا عارفينه. بنجيب المحلب بتحط مع ماء الورد وحاجاته وبدي طعم حلو للمعمول والبسكويتات، للأسف ما نعرفش إنه له قيمة وفايدة عالية جدا. طيب المحلب يا جماعة بفيدنا في إنه بيفتح الشهية وبيخلي الواحد ياكل، زيادة وزن ممتازة للي نحيف جدا، اللي عظامه لينة أو لسه في فترة المراهقة وصغار في السن والأطفال بيقوي العظم جدا. وبجد يا جماعة مش إنه بس كلام، لا، بيقوي العظام اللينة، بيزيد من كثافة العظام وبيخليها قوية، بيفتح الشهية ويخلينا ناكل حلو خالص للأطفال اللي عايزين نسمنهم أو يكونوا نحيفين جدا، نحيف وعايز يتخن، أو في فترة المراهقة وبيكبر بيبني جسمه وعظمه معاه. طبعا هي شجرة من الفصيلة الوردية زي شجر اللوز والخوخ والكرز، وموجودة ومشهورة جدا في سوريا ما شاء الله وفي بلاد الشام، عشان كده محلب أعتقد جاية برضو من محلب أو يعني. المهم اللي عايز يستخدمه بقى يا جماعة، من أعلى وأفضل الحاجات اللي الدكاترة نصحوا بيها أنها بتنظف الكلى خالص، بتزيل الحصوات واي رمال او حصوات او اي حاجه بتفتتها زي حصوات الكلى، مفيد جدا. واي مشاكل برضو شبيهه في الكبد او الطحال، برضو اي سموم او اي مشاكل شبه الحصى والحاجات هذه بيشيلها زي اللي في الكلى، غسيل للكلى. طيب بينفع على البشره وبيحسن من البشره. لو عندنا ماسك بنستخدمه للبشره بنضيف له شويه فقط، على اي نوع ماسك او كريم احنا بنستخدمه نضيف شويه من المطحون بتاع المحلب، بيدي بقى نعومه وبياض وبيشيل اي علامات وحشه في البشره وبيخليها 100 100. لو في عندنا جرب، حكه، هرش، اي حاجه من الحاجات هذه او بقع او تينيا برضه ممتاز جدا، بتخلط شويه من البودره بتاعته المطحون على زيت الزيتون وبيتاخد على الموضع المكان في الجلد اللي فيه مشاكل. طيب طبعا ممتاز لنزلات البرد والسعال، بيقوي المناعة وبيخلي الواحد يعني انتوا عارفين بيفتح الشهية وبيدي طاقة وقوة للإنسان، فحلو طبعا لأي مشاكل الحمى والبرد والسعال والحاجات هذه. بنظم عمل الجهاز الهضمي خالص يا جماعة، يعني بيخلي المعدة مرتاحة وما فيهاش أي مشاكل. ايش تاني؟ رائع جدا للرجال، مفيد خالص للرجال وبيدي طاقة وباور يا جماعة، أكيد فاهميني. فحلو لكل العيلة، بيقوي الشعر. اللي عايز يستخدمه طبعا يا جماعه لزياده الوزن بيخلطه مع شويه مكسرات، بتخلط مع باقي مكسرات وبيتاكل اكل عادي قد ما نقدر ناكل، بيفتح الشهيه خالص وحلو لزياده الوزن. اللي عايزه للشعر فقط علينا ناكله، هو بيظبط وبيقوي الشعر خالص. اللي عايزه للبشره بنضيفه لاي نوع ماسك. اللي عايزه للكلى والحصوات واي مشاكل في المعده او السعال او النزلات البرد والحاجات هذه، اكل فقط اكل ناكله، او بيتاخد ساعات برضو يا جماعة لرائحة الفم الكريهة ولطرد الديدان من المعدة وأي مسببات بكتيريا فطريات اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة. شوية من المطحون وعريق بناخد منه ملعقة، بتتمسح بالعسل الأبيض وبتتاخد يوميا على الريق وممكن قبل النوم وقبل غسيل الأسنان. ممتازة جدا للموضوع هذا وفعالة إنها تضيع كل مشاكل الرائحة وتطرد أي سموم أو مشاكل وحشة فطريات بكتيريا ديدان بتسبب الرائحة الكريهة اللي بتطلع من الفم. ففوائد رهيبة، بيقوي العظام خالص. طبعا يا جماعة مفيد لكل أعضاء الجسم بقى، لكل حاجة تانية نتخيلها في جسمنا، صحة وجمال، تقوية، يعني طبعا حتى اللي تخين وخايف انه يعني انه لا هو يعني اصلا لو خلناه باعتدال زي باقي المكسرات حتى السمين مش هيتخن بزيادة، لكن انا بقولكم انه علاج فعال للنحيف
انه بيفتح شهيته واكله كتير بيخلينا نتخن، فيعني عشان نبقى فاهمين النظرية. فيا جماعة مفيد في حاجات كتير جدا، وللرجال كويس خالص، لصحة العيون، مضادات أكسدة، يعني في أغلب قيمة غذائية عالية جدا، زي أغلب المكسرات، يعني هو زي الكاجو وزي اللوز وزي الجوز وزي عين الجمل، يعني من باقي المكسرات، بس عشان صغر حجمه بصوا مش معروف غير فقط ان احنا في ايام العيد بنروح نجيبه وبتحط على البسكويت والمعمول والحاجات هذه. فاحنا مش عايزين كده، عايزين ندخله في حياتنا اليوميه وشوفوا قديش بيفيدنا في حاجات تانية. احلى مسا من اخوكم نعيم، فوائد المحلب الاكثر من رائعه، ويا رب كله يشوف شكله ويعرفه موجود في السوق كمكسرات وسهله وحلوه جدا، وهزرعه قريبا كمان ان شاء الله يا جماعه، لانه شجره جميله جدا من الفصيله الورديه. يا رب يكون استفدنا معلومه، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية، واحلى مساء، والسلام عليكم.